بعد الحملة الدبلوماسية والإعلامية الروسية التي شهدتها الأيام الماضية وشددت من خلالها موسكو على ضرورة إبعاد أي وجود لقوات أجنبية من الجنوب السوري المحاذي لإسرائيل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حصل على معلومات تؤكد عدم انسحاب ميليشيات حزب الله اللبنانية والميليشيات الإيرانية من عدة مواقع في سوريا كما طلبت روسيا. معلومات تضع علامات استفهام بشأن الوجود الإيراني بين إصرار طهران على تعزيزه في الأراضي السورية وبين التفاهمات الروسية الأخيرة خاصة مع إسرائيل. أصدقاء الأمس قد يغدون أعداء، هكذا هي السياسة، وهذا ما قد يؤول إليه حال موسكو وطهران. فالخلاف الروسي الإيراني على أشده مع تزايد التعنت الإيراني تجاه تنفيذ المقترحات الروسية بانسحاب جميع العناصر غير السورية من سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد حصوله على معلومات تؤكد طلب قيادة القوات الروسية من ميليشيات حزب الله اللبناني سحب عناصرها من مطار الضبع العسكري والقواعد الموجودة في ريفي حمص الغربي والجنوب الغربي، إلا أن ميليشيات حزب الله لم تنسحب إلى الآن من المنطقة، حتى إن مواقعها تشهد بين الفينة والأخرى عمليات تبديل للوحدات الموجودة بأخرى جديدة. يضاف ذلك إلى رفض القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها الانسحاب من محافظتي درعا والقنيطرة وكامل الجنوب السوري نحو مناطق أخرى وسط سوريا، ووضعها إخلاء القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية شرطا لذلك. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد وجود أكثر من 32 ألف مقاتل غير سوري تابعين للميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية وأخرى آسيوية. روسيا لم تكن لتقف دون رد على تحدي إيران وميليشياتها لأوامرها. مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت وجود اتفاق سري بين روسيا وتركيا يقوم على إنهاء الوجود الإيراني بشكل كامل في الشمال السوري، حيث تسعى كل من روسيا وتركيا من خلال توافق مشترك إلى إجبار القوات الإيرانية على الانسحاب ودفعها لذلك عبر دولة إقليمية للتصعيد ضدها كما حدث في شمال وغرب مدينة حلب الأسبوع الأخير. معنا من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق فيتسلاف ماتوزوف، ومن اسطنبول الخبير العسكري أيمن العاسمي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من السيد ماتوزوف. حقيقة نتساءل عن ما هي حقيقة ما يذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن الميليشيات الإيرانية القوات التابعة لإيران لا تستجيب للنداءات الروسية بالانسحاب من الجنوب السوري، ما حقيقة هذه الأنباء برأيك؟ روسيا من البداية الأزمة السورية لا يبدي اهتماما كثيرا لمرصد حقوق الإنسان في لندن، تعتبره هو موقف منحاز أولا. شيء ثاني، أن هناك فعلا الآن مرحلة انتقالية من وضع الحد على العمليات الحربية وتحول إلى حوار سياسي عميق استراتيجي، ولذلك تناقضات لابد منها حتى بين الحلفاء، بين تركيا وسوريا، بين تركيا وروسيا، بين تركيا وإيران. وأنا لا أتناول موضوع الوجود العسكري الأمريكي وتحالف تحت رئاسة الأمريكية، هذا غير شرعي من وجهة نظر روسيا. كل هذه العوامل تستدم، ولا شك أن سيظهر من وقت للآخر في ذلك منطقة أو هذا منطقة أو ذاك، ولكن واضح تماما أن هناك القرار الأساسي تنطلق من الفكرة واحدة، أن الدولة السورية واحدة غير منقسمة، وهناك السيادة السورية لسلطة السورية لكل الأراضي السورية. أي شبر، وكما قال بشار أسد، كل شبر الأرض السورية سيكون تحت سيادة السلطة السورية. هذه المبادئ يطبق. وطبعا الآن يجري هناك المعارك من الجنوب، كما قالوا أن إذا كانت هناك خبراء أو مستشارين الأجانب غير القوات البوليس العسكري الروسي موجود في بعض المناطق،
كقوات الانفصال بين أو دمان أن ضد النهب وعمليات السرقة. ولكن كل هؤلاء الناس ينتقلون إلى الشمال إلى منطقة إدلب حمص حما وغرب دير الزور. الآن اليوم إجا الخبر أنه كانت هناك محاولة جيش العربي السوري أن تتقدم نحو باتجاه دير الزور واصطدموا مع عمليات عسكرية من قبل الدولة الإسلامية. هذا موضوع ثاني. هذا موضوع ثاني سيد فيتسلاف. يعني أنا أريد أن تؤكد لي، هل انسحاب الميليشيات الإيرانية تم أم لم يتم؟ هذا هو السؤال. نحن نتحدث هنا عن الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري، لأن هناك تفاهمات روسية إسرائيلية بخصوص ضمانات روسية تقدمها لإسرائيل بسحب هذه الميليشيات. هل تم الانسحاب أم لا؟ حسب مصادر الرسمية من وزارة الدفاع الروسية، كل أجانب انسحبوا من مناطق جنوبية إلى الشمال إلى منطقة حمص وحما ودير الزور. المعارك تجري هناك مع داعش، مع نصرة، البقايا القوى الإرهابية. هناك مشكلة قوصر، مشكلة القرية اللي كانت تحت على حد علمي سيد ماتوزوفا أنه في حمص انتهت العملية العسكرية، خصوصا في الطريق الدولي حمص يعني حماة وما إلى ذلك، انتهت العملية العسكرية هناك. اللهم إلا وجود بعض عناصر تنظيم داعش. دعني أستفهم من سيد أيمن العاسمي في هذا النقطة، برأيك ما يذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان من وجود عصيان إيراني بعدم سحب الميليشيات من الجنوب السوري، هل هذا دقيق وصحيح برأيك؟ مساء الخير لك لمشاهديك الكرام ولضيفك. حقيقة يعني العنوان الذي ذكرته في التقرير هو لخص موضوع الحلقة ولخص ما سنقوله عندما قلت هل يتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم؟ حقيقة ما يحدث الآن هو ما كما ذكرتم بالتحديد، لأنه إذا أردت أن تعرف الإجابة على هذا السؤال عليك أن تتابع تصريحات الناطق باسم الجيش الإيراني مسعود جزائري عندما قال أن مستشارينا والجيش الإيراني موجود في جنوب سوريا. في اللحظة التي كان قبلها علي شامخاني رئيس الأمن القومي أو سكرتير الأمن القومي قال أنه لا يوجد لدينا قوات أو مستشارين. يعني تضارب الكلام بين قيادتين أحدهما تتعلق في الشأن القومي وآخرى تتعلق بالشأن العسكري، من سنصدق في هذه الحالة؟ أنا أعتقد سنصدق الموجود على الأرض والذي يدعي ويقول أنه موجود على الأرض. لذلك أنا أعتقد أن الآن روسيا تشعر بورطة كبيرة، لأنها لا تستطيع أن تزجر إيران وأن تمنعها من الوصول إلى الجنوب أو أن تنشر قواتها في سوريا عموما، طبعا ليس في منطقة جنوبية. يا سيدي أنا أريد أن أعطيك معلومة مؤكدة، وهذا تقريبا يعني من داخل النظام. الهاجس الروسي ليس فقط هو موضوع الجنوب فقط، الآن نحن نتكلم عن وجود ميليشيات حصلت على الجنسية السورية في اللواء 105 والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. لماذا هذه القوات تحديدا هنا؟ ربما السيد ماتوزوف إذا بحث في هذا الأمر يعرف دقة الكلام. هذه الفرق وهذه المجموعات تتبع إلى رئاسة الجمهورية بشكل مباشر ولا تتبع إلى رئاسة الأركان، والذي يسيطر على القوات في رئاسة الجمهورية هم الميليشيات الإيرانية وقوات بشار وماهر الأسد تحديدا. بمعنى الروس الآن يشعرون أنه كلما اقتربنا من فكرة الاتفاق على حل مع المجتمع الدولي كلما زادت الهوة بين الروس والإيرانيين، وشعر الروس أنهم حقيقة بدأوا ينكشفوا أمام العالم أنهم لا يستطيعون السيطرة على الإيرانيين. فبالتالي أخي الكريم لا يمكن للنظام أن يخرج من عباءة إيران، ولا يمكن لإيران أن تخرج بوجود هذا النظام. لذلك الأمر هو أكبر من ذلك، وأنا أعتقد أننا كلما اقتربنا من اتفاق ما مع الروس أو الأمريكان أو أي جهة أخرى سوف تزيد الهوة بين الإيرانيين وبين بقية العالم، وسوف يقترب الصدام من الكلام من اللحظة التي قلتها على هذه القناة سابقا. طيب. أن هناك صدام كبير سوف يحدث وأحد أطرافه هو إيران. طيب
سيد ماتوزوف، حقيقة هناك الكثير من التقارير تتحدث على هذا العصيان، ليس المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكما أشار سيد أيمن هناك من يتحدث على أن الميليشيات الإيرانية تنزع البزة العسكرية في جنوب سوريا، بزتها الميليشيوية، وترتدي عباءة البزة العسكرية للجيش السوري. وهناك من يتحدث حتى أن بعض العناصر أعطيت لهم هويات سورية. برأيك السؤال هنا، ألا يتعرض هنا الشريك الروسي لطعنة من الخلف من 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 إيران؟ أولا أن وجود عدم وجود المقاتلين الأجانب في جنوب سوريا هذا موضوع ليس سياسي، هذا موضوع عسكري قبل كل شيء، لأن وجود المقاتلين الأجانب على قريبة على حدود إسرائيل هذا يثير أو يتولي الضربة الإسرائيلية قبل كل شيء. روسيا كطرف من أطراف في معارك سوريا لها مصلحة أن لا تكرر اشتباكات مسلحة ولا مع إسرائيل ولا مع أمريكان ولا مع دول أخرى إلا وحتى مع المعارضة، مع حتى جيش سوري حر، ولكن ضد داعش ضد النصرة الكفاح تستمر بأي شرط من الشروط. ولذلك إذا هناك يسجل وجود العناصر غير السورية هذا ترجع على استخبارات الإسرائيلية ليس على مرصد حقوق الإنسان شخص الذي هو موجود في لندن حتى ناشطين سيد ماتوزوف حتى ناشطين من غير المرصد السوري لحقوق الإنسان. طيب. هناك من يتحدث عن التفاف إيراني على موضوع الانسحاب وبالتالي ارتداء البزات العسكرية النظامية، هذا هو السؤال هنا. هناك مشكلة واحدة، إذا على هذا موجودة هذا موافقة السلطة السورية وقيادة جيش العربي السوري أو لا. لذلك كل هذا تغيير الملابس هذا الواقع الذي لا يمكن يخفيه. إذا صار هناك بعض الأجانب الذين لا يتكلمون اللغة العربية يعني سيكون هذا واضح تماما. ألا أعتبر أن قضية المبدأ إذا اتفقوا إيران سوريا روسيا أنه لا يمكن أن كل العمليات الحربية في جنوب سوريا تستطيع أن تخوض معارك كل جيش العربي سوري، جيش العربي سوري لا تحتاج بالمساعدة لأجانب، أجانب لا داعي إليهم لوجود. هذا هي مشكلة أن هناك في الجنوب القوة العسكرية الجيش العربي سوري يكفي لمكافحة الإرهاب. أما بالنسبة للشمال هناك مشاكل موجودة، وكل العناصر المستشارين والخبراء اللي كانوا في الجنوب كما قالوا رسميا نقلوا إلى الشمال. طيب والآن طيب. هذا مفهوم سيد ماتوزوف، اسمح لي على المقاطعة. الإرهابية التي انتقلت إلى فكرتك واضحة فكرتك واضحة، اسمح لي على المقاطعة. يعني هناك المعارك. نعم فكرتك واضحة حقيقة. سيد أيمن، يعني ألا يفترض أن القوات الأجنبية كلها تغادر من جنوب سوريا؟ الروس يتحدثون عن ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية من التنف. لماذا يتم الطلب من إيران ولا يتم خروج مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ نعم يا سيدي، لأن الذي يسعى إلى الفوضى ويسعى إلى زعزعة الأمن في كل المنطقة هم الإيرانيين. أنت تشاهد الآن لا أحد يقف مع إيران إلا روسيا، وتقف يعني من باب التوازن في الساحة. الآن روسيا تفقد التوازن هذا حقيقة بعد أن فقدت السلطة على القوات الإيرانية. سيد ماتوزوف لا يقول أنه لا يوجد قوات إيرانية في الجنوب. أنا سأحدد لك المناطق التي يوجد فيه الإيرانيين بدقة، وأنا ابن المنطقة الجنوبية. هناك مدينة اسمها إزرع، هي تعتبر المركز الرئيسي لهذه الميليشيات. وأقول لك من هم الذين موجودين فيها. الموجودون هم عناصر 313 لواء يشبه عناصر حزب الله، هؤلاء كلهم
من من جنسيات أجنبية وبعض المرتزقة الذين انضموا إلى هذه المجموعات من أبناء المنطقة نفسها. أيضا هناك منطقة في منطقة تسمى مثلث الموت، التقاء القنيطرة ودرعا وريف دمشق، في هذه المنطقة يوجد مركز أيضا لهم، يوجد مركز أساسي للواء فاطميون بجانب نادي الضباط في مدينة درعا تحديدا الذي يبعد أقل من 10 كيلو متر عن الحدود الأردنية. أيضا يوجد في بصرة الشام مجموعات تتبع لحزب الله وهؤلاء إيرانيين أيضا، نعم، وتم إلقاء القبض عليهم منذ فترة قصيرة. وأيضا في مناطق تل الحرة، لا أريد أن أذكر هذا الأمر حتى لا أسترسل في تحديد الأماكن، لكن أنا أريد أن أقول أنه يقول السيد متزوف لا داعي أن يستجلب النظام أو قوات الدولة أو النظام كما يقول قوات أخرى من الإيرانيين، لأنه يكفي لأن قواته تكفي لمحاربة الإرهاب. يا سيدي أنا أعطيك تقارير دولية أثبتت أن النظام لا يملك أكثر من 20,000 مقاتل مجهزين للمعارك، لذلك يقوم بأخذهم إلى دير الزور ثم إعادتهم إلى حمص ثم أخذهم إلى الرقة ثم إرجاعهم إلى درعا. النظام لا يستطيع أن يقوم بمعركة منفردا إلا إذا تحالف مع الإيرانيين تحديدا، لأن الروس ليسوا موجودين على الأرض. من هو موجود؟ القوات الإيرانية. وعندما أصرت إسرائيل وبعض الدول والأردن أيضا على عدم وجود الإيرانيين في المنطقة الجنوبية لم يستطيع أن يفتح النظام معركة في الجنوب. أنا سأقول لك كلمة قالها لافرنتيف حقيقة، قالها لي تحديدا عندما كان الاجتماع في أستانا 6، عندما قلت له هل تعتقد أن الإيرانيين سوف يقدمون سوريا على طبق من ذهب لكم ولبقية الدول بعد أن يقدموا هذه الأموال التي بلغت ربما 30 مليار أو أكثر من ذلك، وهناك أرقام تقول أنه 105 مليار لدعم هذا النظام؟ قال لي بالحرف الواحد، وكانت الجلسة ليست رسمية وهذا سر حقيقة تحدث به بشفافية عندها، قال ماذا نفعل مع دولة لديها 65,000 مقاتل على الأرض؟ بالحرف الواحد، وهذا الكلام قاله لافرنتيف لي. لذلك لا يقول السيد متزوف أنه لا يوجد قوات إيرانية في الجنوب، القوات الموجودة في الجنوب هي إيرانية وفقط، لا يوجد كادر. هذه نقطة واضحة حتى ننقل هذه الكتابة السيد أن يقوم بمعركة واحدة. اسمح لي سيد أيمن، سيد ماتوزوف كما ذكر سيد أيمن العاسمي هناك قوات إيرانية هي التي تمسك بقوتها على الأرض، لذلك هناك انزعاج روسي، وإلا لما تركت روسيا نشاط إسرائيل يقصف الجانب الإيراني على الأرض السورية، هذا الانزعاج ألا يمكن أن يزيد من فتح قضية النشاط الإسرائيلي على الجانب الإيراني في المرحلة المقبلة؟ طبعا عمليات حربية إسرائيلية ضد سوريا يزعج الروس لا شك، أنا تحدي، ولكن روسيا تتمسك بمبدأ الأساسي لا يفتح حربا ضد إسرائيل من أرض سوريا. سوريا تعاني من الحروب على عدة جبهات خلال سبعة أو سنة الثامنة ثمانية سنوات، ولذلك لا تتحدي لا إسرائيل ولا قوة أخرى الذي يمكن أن يسيء الأوضاع الداخلية في سوريا عملية سياسية. لذلك صبر روسي هذا ليست الخيانة، أما هذا الصبر الروسي أن لا يعطي المبرر لاتساع الحرب ويتشمل ويورط إسرائيل على جنب. يكفي أن إسرائيل وراء بعض المنظمات المسلحة التابعة للمعارضة حتى للنصرة في منطقة قنيطرة، إلى وين يأخذوا إمدادات؟ من وين يأخذوا العلاج وغيره من المعدات معاونات من للمقاتلين؟ كلها جاي من إسرائيل. لذلك هناك نقطة حساسة ولا شك أن مشاكل موجودة، ولكن أنا لا أستطيع أن أوافق مع زميلي أنا أنه كل القوات المسلحة في الجنوب تابعة لإيران لفاطميين لغيرهم أفغان وحزب الله، هذا غير صحيح. أنا تكلمت مع العسكر عندنا من زمان حتى مش اليوم، أيام عندما كانت سوريا النظام السوري في حالة ضيقة جدا محاصرة، قالوا عسكر الروس
أن كل الأجانب متركزين يا في منطقة الغرب دمشق يعني حزب الله على حدود مع لبنان، يا في مناطق الداخلية حمص حما وذلك الحنث حلب. قالوا أن في جنوب لا أكثر من 80% من مقاتلين كانوا من جنود السوريين أصليين. واضح. اليوم عندما تغير التوازن في الميدان أصبح هناك من السهل أن يطلبوا من الأجانب أن يتركوا هذه المنطقة. ولذلك أنا لا أعيش في هذه المدن، أنا أعيش في موسكو، ولكن أعتمد على مصادر الرسمية. مصادر الرسمية تقول أن كل الأجانب انتقلوا إلى الشمال وتأخذوا المعارك. هذه نقطة واضحة، انتقلوا إلى الشمال استمعناها. شكرا جزيلا لك سيد فيتشيسلاف ماتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق، حدثتنا من موسكو. أشكر من اسطنبول الخبير العسكري أيمن العاسي.